الأخبار من الراي. بسم الله العظيم وبكتابه الشريف بأني لم أبصق على وجه حمد المطر ولم أتفل على وجهه. لن أكتم الشهادة ولن أكون إلا شاهدا على الحق. طلبات تتعلق بإحالة النائب محمد الجويهل إلى الطب الشرعي. الجويهل يقسم بكتاب الله نافيا فعلته واضعا الاستقالة أمام قسم مضاد من المطر، ودشتي يتحفظ على الإجلاء بما شاهد وراءه. كشفا لحقائق الحرائق، متورطون في قبضة الداخلية، ودرءا لتكرارها التجارة تبحث عن بدائل لموقع سكراب أمقرة المنكوب. من ثاني تجارب حملة جرب الكرسي، هموم ومشاكل ذوي الإعاقة تسائل كل معني، أما حان وقت الانفراج بعد. أني أكون امرأة أعمال ناجحة بشغلي في تعدي الأزمات بالشغل، وإني أدير العمل بأنسب الطرق. غصون الخالد، نموذج كويتي للمرأة القائدة ببصمات مؤثرة في عالم المال والأعمال، أدخلتها قائمة أقوى 100 امرأة عربية. نشرة الأخبار من الراي، أهلا بكم. صمت عن النفي أو التأكيد لأيام 3، ثم جاء اليوم لينفي فعلة الخميس المشؤوم. هو النائب محمد الجويهل الذي أتى إلى مجلس الأمة ليعقد مؤتمرا صحفيا استهله بحمل كتاب الله ليقسم به على عدم بصقه على النائب حمد المطر، قسم أعقبه إعلان الجويهل عن تقديم استقالته في حال أقسم النائب المطر على حدوث واقعة الخميس الماضي. ماذا في التفاصيل؟ رباب الداح تحمل المزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أقسم بالله العظيم وبكتابه الشريف بأني لم أبصق على وجه حمد المطر ولم أتفل على وجهه، وأقسم بالله العظيم وأنا على وضوء بأني لم أأتي الجلسة شارب أو سكران، وأتحداهم أن يقسموا على هذا الكتاب أني أنا جيت سكران أو أن أحد شافني أتفل على وجه حمد السلطان حمد المطر. بهذه الكلمات وهذا القسم استهل النائب محمد الجويهل مؤتمره الصحفي، واضعا كما قال كل واحد أمام مسؤولياته، وراويا حقيقة ما جرى في الجلسة من منظاره. اللي حصل بأني كنت قاعد أخاطب الزميل الفاضل عدنان المطوع، وصادف مرور النائب حمد المطر، وأنا أقول حق الزميل عدنان المطوع بأن تفو على كل واحد يقول أن الكويت مو حق الكويتيين. رجع حمد المطر وياني يكلمني، قال لي أنت ايش قلت؟ قلت تفو على كل واحد يقول أن الكويت ليست للكويتيين. قال لي أنا من صوت على هذا القرار؟ قلت له إذن أنت من المقصودين. وفي الكلمة دعوة للنائب المطر أن يحذو حذو الجويهل في أدائه بقسمه أمام الملأ، ليقول أن الأخير بسق في وجهه، حينها سيتقدم الجويهل باستقالته من عضوية البرلمان كما قال. وأقول حق حمد المطر تعال أقسم أمام العدسات وأمام أهل الكويت بأني أنا بسقت في وجهك، ساعتها لن يكون لي مكان في هذا المجلس، وعندي الشجاعة على ذلك. أنا شهد الأمين العام لأن الأمين العام شاهد الواقعة وأنا أقول له تفوه، وأشهد عبد الحميد دشتي.
دعوة دشتي للشهادة لم تأتي بجديد، فالأخير آثر عدم الرد على أسئلة الصحفيين بخصوص شهادته، مكتفيا بالقول إنه سيدلي بها حين يطلب منه ذلك. إذا ما دعيت للشهادة فكما أمرني الله سبحانه وتعالى لن أكتم الشهادة، إذا ما طلبت بالتأكيد سأمثل وسأدلي بشهادتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي ضمي. لا، هذا الحديث إن شاء الله مكانه في الشهادة. إلى هذا أرجأت اللجنة التشريعية البت بطلبات النواب المقدمة لمنع الجويهل من دخول البرلمان ولفحص دمه إلى الأسبوع القادم. طلبات تتعلق بإحالة النائب محمد الجويهل إلى الطب الشرعي فيما يتعلق في يعني حالة وجود حالة سكر من عدمه، وكذلك طلب آخر بمنع النائب محمد الجويهل من دخول مبنى مجلس الأمة. فرأت اللجنة تكليف المستشارين بإعداد رأي في الموضوع حتى يبحث أما في اجتماعها القادم يوم الثلاثاء أو الأحد تمهيدا لإعداد تقرير وإحالته إلى المجلس. وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النائب الدكتور حمد المطر. استمعنا وإياك دكتور إلى الطلب الذي وجهه النائب محمد الجويهل الذي طالبك بالقسم أمام الشعب الكويتي على المصحف الشريف. الآن دكتور وأمام الملأ، هل تقسم فعلا بأن النائب محمد الجويهل بصق في وجهك، نعم أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الجويهل لما تكلم سدل في آية خطأ، قرأها خطأ، وهو ماسك كتاب الله عز وجل في يمينه، مو من جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ. ثانيا أنا أقسمت عند المحقق وأقسم الآن أمام الشعب الكويتي إن محمد الجويهل قاعد يلعب بالألفاظ. هو قال لم يبصق في وجهي، نعم وبصق علي أنا، بس كان وجهي مو في وجهه، وبالتالي قاعد يلعب في الألفاظ. أنا أقسم بالله العظيم إنه غلط في حقي وإنه بصق علي، وإن الحوار أقسم بالله العظيم والله حسيبي والشهيد علي، وأنا متوضأ حقيقي. أقول إن الحوار اللي دار وإن قال لي أنت أقسمت على الكويت الكويتين، هذا لم هذا الحوار ما دار بيني وبين الجويهل. لذلك أنا مناطر شهادته وإن شهادته على القرآن، أنا ناطر شهادتي أمام الله عز وجل اللي أقسمت أمام المحقق بأن هذا ما حصل، بل تفوه في كلمة أقسم بالله لا أستطيع، احتراما لأخلاق أهل الكويت ولعاداتنا ولديننا والشعب الكويت الأصيل وأعضاء مجلس أمة المحشومين، لا أستطيع أن أتفوه بما ذكر لي لما توجهت له وقلت له ليش تفعل هذه الفعلة، حتى انعف لساني عن ذكرها إلى درجة أن المحقق قال لي اكتبه على ورقة ففعلت. لذلك أنا أقول أقسم بالله العظيم ما ذكرته صحيح، وما ودي أدش في بصقة، لكن أنا أقول هو بصق، قد قاعد يلعب بالألفاظ، لكن هذا الحين هذا ما يهمني. أنا يهمني أني سأخذ إجراءات القانونية إلى أبعد مدى، ولن أتنازل، لا يمكن أن أتنازل عن هذه الفعلة، ليس انتصارا لذاتي إطلاقا، أنا تجاوز ذاتي، أنا أتكلم فزع للمؤسسة، فزع لبيت الشعب. طيب دكتور لنكون يعني نتحدث بطريقة أوضح، يعني الجويهل ذكر بأنه كان يتحدث إلى النائب عدنان المطوع وأنت دخلت على خط المناقشة، هل إطلاق. هذا فعلا ما حصل إطلاق. أم لديك رواية أخرى سيما وأنك أثرت عدم التصريح، فما الذي حدث بالضبط؟ بالضبط أنا كنت متجه إلى المنصة قاعد أقرأ قانون، أنا أقرأ قوانين، أنا مشرع قاعد أقرأ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان في بند رفعت الجلسة لأنه كان في عند اقتراح أن في واحدة من البنود تورط الحكومة وكانت خطأ المادة 11 تحديدا، فرفعت الجلسة لإعادة صياغة هذه المادة من قبل اللجنة المالية، وتم فعلا. فأنا كنت متجه إلى المنصة بيدي ورقة متجه إلى المنصة، وبعدين فعل فعلته، رحت له قلت له حقه تسوي هالفعلة، فقال لي كلمة لا أستطيع عف لساني عن ذكره لأن أنا متربي وعندي أخلاق ديننا الإسلامي وأخلاق أهل الكويت. بعد ذلك يا الصقر وقال لي حمد خلاص خله
الدليل على صحة كلامي. والدكتور يعني من دون مقدمات سميرة خلنا نكمل خلنا تفضل دكتور. نعم الدليل على صحة كلامي من 49 عضو 48 عضو صوت ضده وقال كلام ما بدر منه من شتم لي وفعل صالح داخل قاعة عبد الله سالم. اثنين اللي سمعوا هذه الكلمة وهذا الفعل علي الراشد. ليش ما شاهد علي الراشد؟ ليش نروح بعيد؟ عبد الحميد دشتي في الراعي جريدتكم كان يقبلني وحطيته صفحة أولى. نعم. وقال لي ما عليه بل هو صوت صوت ضده. ما يعني دليل قاطع أنه هو هو ما فعله يعني شيء متعود عليه. لذلك أنا أقول لك 48 عضو وأنا بكل مهنية امتنعت عن التصويت لأن شيء أمر يتعلق فيه شخصيا في المهنية أني أمتنع. ومع ذلك قال اليوم في مؤتمر الصحة في شيء أنا ما خاطبه خاطبه الكويت الواعين لما قال أني أنا طلعت برا لأني بروح أشتكي على عباس شعبي. طيب عباس شعبي تخانق معك لما طلعت لما طلعك سيد حسين القلاف؟ هل أنت كنت عالم الغيب تدري أنه راح يطقك أو راح يتعدى عليك أو راح يتكلم معك عباس شعبي إطلاقا؟ لا هو طلع بعد أن عرف أن ما فعله لا يمكن أن يتجاوز أعظام أمه. صوت الكل بما فيهم عبد الحميد دشتي اللي استشهد فيه علي الراشد قال أنا مستعد استشهد. نايف المرداس قال أنا سمعت الكلمة الوقحة الثانية بعد الفعل الفاضح. كذلك الأخ علي العمير قال أنا سمعت الكلمة الشنيعة اللي تفوه فيها. ما دار بيني وبين أي حوار. نعم لا كلام دكتور. ولا كمال كلام نعم أطلاق. دكتور النائب محمد جويهل قال بأنه سيتقدم باستقالته من عضوية البرلمان في حال أقسم المطر على أنني بصقته في وجهه. الآن هل تنتظر أن يتقدم لجويهل باستقالته؟ والله ما يهمني ما يهمني ولا يحركني. أنا ما يهمني أني عضو أحترم قسمي وأبر قسمي وما ذكرته في الحملة الانتخابية أو طبقة من أولويات بيئية وصناعية وتعليمية. وأنا شغال كمشرع عضو في ثلاث لجان كأشتغل. قدم استقالته ما قدم استقالته لا تعني لي شيء. كل ما يعني لي أن أنا في دولة قانون ونحن في مؤسسة يجب أن نحترمها. لذلك أنا ما أنتصر لشعب نفسي. أنا أقول هذا حدث أتعامل معه وفق القانون. لذلك لم أنتقم لنفسي وإن كنت كان لي الحق ولا أحد يلومني لو مديت يدي عليه. لكن أنا حتى إيدي قلت ما ودي أمد على هذا. يجب أن نفعل دولة القانون يجب أن نفعل اللائحة. وهكذا فعل 48 عضو من الحكومة والمجلس بما فيه عبد الحميد دشتي اللي شهده وتو طلع على الرأي قال أنا سأشهد أمام الله عز وجل لما يكون هناك وقت للشهادة. واضح إنه لكن لذلك أنا استقالت لا تعني لي. أنا بنتصر لبيت الشعب. نحن لدينا أولويات يجب أن نسعى لإنجازها. أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ما أبي أنا تجاوز ذاتي. الآن أنا أفزع للمؤسسة لبيت الشعب لقاعة عبد الله السالم وليس دكتور لحنة. عفوا للتأكيد مرة أخرى أنت أقسمت بالله هل تقسم بالمصحف الشريف كما فعل النائب الجويهل بهذه الحادثة؟ يا سيدتي القسم واحد. حلفتي بالقرآن أم لم تحلفي؟ القسم واحد. أنا قسمت عند المحقق قسمت أن نفتح القسم واحد سواء بالقرآن أو بغيره. إذا استدلال بالآية خطأ. لذلك أنا أقول لك أنا خطابي مو للجويهل. أنا خطابي للأمة. أنا خطابي للأمة لبيت الشعب لأهل الكويت اللي غمروني بمسجاتهم ودعمهم. ولذلك أنا أقول الآن خلنا نتجاوز ما حصل للعضو حمد المطر. خلونا نفزع لبيت الشعب. بيت الشعب يجب أن يبقى كما بناه المؤسسون مؤسسة محترمة نقاش. شكرا يجب يكون شكرا فيها دكتور ليس شكرا أدركني الوقت. شكرا للنائب الدكتور حمد المطر. شهد اجتماع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عقد مع المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار شهد التأكيد الأخير على أن أدائها يعد الأفضل بين نظيراتها الخليجيات. وكانت اللجنة قد استمعت من مسؤولي الهيئة إلى شرح مفصل لواقع العمل فيها مجيبة على كافة الاستفسارات والأسئلة البرلمانية المتعلقة بفصول ميزانياتها. مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار. ميزانية هالسنة تقريبا 55,626,000 كإجمالي الميزانية. المرتبات 19,600,000 وكسور. الباب الثاني 9 ملايين. الباب الثالث
615,000، المشاريع الإنشائية 17,150,000، المصروفات المختلفة 9,213,000، الزيادة زيادة طفيفة 439,000، معظمها في الباب الخامس. اليوم بلغونا بأن قياس الأداء بهيئة الاستثمار نسبة إلى الصناديق السيادية المنشورة في دول الخليج، المنشورة أقول، وخاصة الصناديق السيادية في أبوظبي، الهيئة تعتبر حسب كلام المسؤولين فيها الأولى من حيث الأداء الاستثماري لدول الخليج. في شأن برلماني مغاير، قال عضو لجنة دراسة أوضاع غير محدد الجنسية البدون عادل الدمخي إن لا أحد من الوزراء المعينين في الحكومة أو المسؤولين سيكون بعيدا عن المحاسبة والمساءلة في حال تقاعست أجهزة الدولة عن إيجاد حلول جذرية لمعالجة البدون. وطالب الدمخي رئيس الجهاز الحكومي لمعالجة أوضاع البدون صالح الفضالة طالبه بكشف المعلومات الحقيقية والشفافة حيال بعض ملفات البدون العالقة كي يتسنى لأصحابها التحرك لمعالجتها. رئيس الجهاز أو يحاول إنه والله عندنا 67,000 وثيقة، إحنا دائما نقول خلينا نكون شفافين، إذا كانت في وثائق أخرجوها للشعب، بينوها وقولوا إن هذا فلان كذا وفلان، أعطوا هويته وأعطوا وثيقته واتركوا له حق التقاضي، واتركوا له حق التقاضي. الحقيقة اليوم هناك معاناة حقيقية للبدون بسبب تصريحات استفزازية، فلان كذا وفلان كذا، حتى آخرها اليوم اتهامهم بالحرائق وغيرها. للأسف هذه التصريحات تزيد هذه المشكلة وتعقدها أكثر وأكثر. لذلك أنا أقول ينبغي علينا نكون شفافين، جهاز تنفيذي يكون شفاف مع اللجنة ومع المجتمع الكويتي، ولا تكون هي مجرد حرب يعني إعلامية ما بين والله مجلس أمة وجهاز تنفيذي، ولا هناك أحد فوق المسؤولية وفوق المساءلة، ويجب أن يكون هذا الكلام واضح، لا أحد فوق المساءلة. ضمن تحركاتها الرامية إلى كشف حقيقة تلك الحوادث، أعلنت وزارة الداخلية ضبطها ل 31 شخصا تدور الشكوك حول تورطهم في حرائق سكراب أمقرة. وقال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام إن المتهمين الذين تم ضبطهم هم جميعا غير كويتيين، وينتمي 30 منهم لجنسيات آسيوية، وأحدهم من المقيمين بصورة غير قانونية. ودرءا لتكرار مآسي الحرائق في أمقرة، قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن الوزارة تعمل على نقل السكراب من موقعها الحالي قرب منطقة سعد العبدالله إلى منطقة الشقاية مؤقتا إلى حين تجهيز المنطقة التي خصصت له رسميا والواقع أيضا في الشقاية، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على أمور عدة لتفادي تكرار حوادث الحرائق إلى حين تنفيذ الحلول الجذرية. في تجربة هي الثانية من نوعها، نظمت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حملة إنسانية بعنوان جرب الكرسي، والتي تسلط الضوء على المشاكل التي يواجهها ذوي الإعاقة في المجمعات التجارية من صعوبة في التنقل بسبب عدم توفير أماكن مخصصة لهم. الحملة شارك فيها بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمة شخصيات سياسية واجتماعية بارزة وكثير من المهتمين بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. في المجمعات التجارية يجب أن تكون ممرات موجودة خاصة حق المعاقين، ولكن احنا قاعد نشوف البعض من أصحاب المجمعات ما قاعد يلتزم في الاشتراطات الموجودة من قبل بلدية الكويت. بعد اللي شفته اليوم لا أملك إلا مو بس أن نتعاطف إلا أن نتعاون. وعدتهم بإذن الله يعني مكنوني إخواني أعضاء مجلس الأمة أن تكون هناك جلسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة قبل فض دور الانعقاد اللي هو 2/8، فهذا وعد مني بإذن الله، الله قدرني عليه. أنا اليوم حررت مخالفة سورية بالفعل، فوجدت هذا الرجل اللي واقف اليوم مكان ذوي الاحتياجات الخاصة، حررت له مخالفة
وبالفعل اني كاني حسيت من داخلي اني خذيت بحرتي بالفعل. احنا اليوم ضيوفنا حملناهم امانه كبيره، ما كنا نشرح لهم ونقول لهم شنو يعانون، انما اليوم جعلناهم يعيشون المعاناه بانفسهم على الويلتشير في العصايه البيضاء وغمضنا عيونهم وفي الاعاقه السمعيه وكيف يتواصلون مع الصم. تحت شعار اقتربت ساعة الصفر، نظم تجمع ثوابت الأمة ولجنة حوران للإغاثة مهرجانا خطابيا لنصرة الشعب السوري. شارك فيه عدد من أعضاء مجلس الأمة وأبناء الجالية السورية في الكويت. وقد شارك في الندوة أعضاء من مجلس الأمة أكدوا في كلماتهم على أهمية دعم الجيش السوري الحر وتسليحه من أجل الإطاحة بالنظام في سوريا. اقتربت بإذن الله ساعة الصفر، وجاء وقت الحسم، وانتهت بإذن الله خزعبلات هذا النظام المجرم الذي جثى على صدر الشعب السوري الحر ما يقارب النصف قرن. ونقول لإخواننا في الجيش الحر، أنتم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى، ونذكركم بقوله تعالى: فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فاصبروا وصابروا إن النصر قريب. ويؤكد الشعب السوري أن قدره أن يعطي درساً للعالم بأنه لا يحتاج إلى آلياته العسكرية، فإرادة الشعب السوري اليوم هي الدليل التي تعطي للعالم أجمع أن النصر سيصنعه بعد إرادة الله عز وجل، إرادة هذا الشعب. نحن اليوم مجتمعين في نادي النصر لنصرة إخواننا في سوريا، وسوف نجتمع بإذن الله في القريب العاجل لنحتفل بالنصر في هذا المكان بإذن الله. ففي نادي النصر نحتفل بالنصر بإذن الله في العجل في القريب العاجل بإذن الله تعالى. القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب والحساس مهارة أبدعت فيها المهندسة الكويتية غصون الخالد، والتي اختيرت مؤخراً ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية في عام 2012، حيث استطاعت غصون زيادة حجم أصول الشركات والمصانع التي تديرها بموازاة طموحها نحو تفعيل دور المرأة الكويتية في المراكز القيادية. أسرار تميز غصون الخالد في تقرير لمحمد الحياري. لم تأل المهندسة غصون الخالد جهدا في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها في عالم المال والأعمال، إلى أن توجت جهودها بانضمامها إلى قائمة أقوى 100 امرأة عربية. ولعل سر الاختيار يكمن في قفزها بأصول الشركات والمصانع التي تديرها من 7 ملايين دينار إلى 300 مليون، فتميزت بإدارة المشاريع الصناعية والتطوير العقاري بعد أن عبرت بالشركة إلى بر الأمان في وقت كانت فيه الأزمة المالية العالمية في أوجها. فوجئت، لأن أنا الصراحة أول مرة يتم اختياري، وهذا كان شيء حلو وفخر للكويت. التحديات على المستوى المهني، مجموعة أسيكو لما جتنا الأزمة المالية في سنة 2008 وقدرنا نعدي هذه الأزمة بما يميز أسيكو بمختلف قطاعات عندها، وكل قطاع يشيل قطاع، الحمد لله قدرنا نعدي الأزمة بسلام. المستوى الشخصي صراحة الموازنة بين الأسرة والشغل يعتبر من التحديات الصعبة، بس الحمد لله أنا يعني قادر أوازن الاثنين. بصمات واضحة طبعتها المهندسة غصون على خارطة الصناعة والعقار ليس في الكويت فحسب، إنما في السعودية وقطر ودبي، تسعى من خلالها إلى التأكيد على قدرة المرأة الكويتية في التمكين الاقتصادي واتخاذ القرار وحسن الإدارة، التي انعكست على تعاملها مع الموظفين داخل الشركة وبثها روح التفاؤل والعمل. غصون لم تكن وحيدة في الميدان، إذ اكتسبت العديد من المهارات من والدها
ووقوف العائلة إلى جانبها. الوالد وايد كان يشجع بالشغل إنه يخليني أشتغل وحملني مسؤوليات، والحمد لله أثبتني قد المسؤوليات، وخصوصا بعد التعاوني بين أخواني كلنا كنا نشتغل كتيم واحد، وهذا شيء يشجع ونساعد بعض. إن مختارين 12 امرأة كويتية ضمن أقوى 100 امرأة القائمة نفسها، هذا فخر طبعا، وهذا يثبت زيادة إن المرأة الكويتية ما شاء الله عليها تقدر توصل وتقدر تثبت نفسها، ويبين مدى إنتاجيتها وفعاليتها بالمجتمع. إن أنا أهم شيء إن أنا أكون ابنة بارة لأمي وأبوي، إن أنا أكون الزوجة والأم الصالحة لأسرتي، وإن أكون امرأة مجتمع أشارك في النشاطات المفيدة، وإن أكون امرأة أعمال ناجحة في شغلي في تعدي الأزمات بالشغل، وإني أدير العمل بأنسب الطرق. وطبعاً لما تزوجت زوجي هم شجعني على طول وينصحني، وهذا شيء خلاني أعطاني الانفايرمنت اللي شجع. وتعمل المهندسة غصون على التوسع إقليمياً ودولياً لتنتقل بالشركة إلى مصاف العالمية. ولم يأتي دخول المهندسة غصون الخالد ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية من فراغ، حيث حفلت مسيرتها بالعديد من التحديات، إلا أن تصميمها على الوصول إلى هدفها أثمر عن تحقيق هذا النجاح. محمد الحياري، الرأي. نشرتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد الفاصل. GIS مشروع نظام المعلومات الجغرافية يبصر النور بجهود العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية. من جديد أهلا بكم. في سياق تطوير عملها، أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم مشروع نظام المعلومات الجغرافية GIS، والذي يربط بين الخرائط والمعلومات الموجودة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية. مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي قال خلال حفل إطلاق المشروع إن النظام الجديد يتيح للهيئة العامة للمعلومات المدنية وسائل متعددة للوصول إلى الموقع أو الجهة المطلوب البحث عنها من خلال ربط النظام بأجهزة الآيباد الموجودة مع العاملين في الميدان للوصول إلى الموقع المراد البحث عنه. اليوم أنهت الهيئة حقيقة مشروع نظام المعلومات الجغرافية، وهو عبارة عن نظام يربط بين الخرائط والبيانات الموجودة في المعلومات المدنية، خاصة في المباني والجهات وليس الأفراد، نأكد على هذا الموضوع. طبعا النظام يمكن الهيئة من تحديد أي موقع جغرافي وتحديد بيانات هذا الموقع والجهات الموجودة على هذا الموقع، ويتيح للهيئة وسائل بحث متعددة للوصول للموقع. ممكن يكون وسيلة البحث الرقم الآلي للعنوان، أو العنوان الجزئي أو التفصيلي لهذا الموقع المطلوب، أو حتى باسم الجهة المطلوب البحث عنها، أو أي مفتاح من مفاتيح الجهة. طبعا المشروع هذا يفيد الهيئة في أداء دورها بشكل أفضل من خلال ربط هذا النظام المركزي لنظام المعلومات الجغرافية بأجهزة الآيباد الموجودة عند موظفين الميدان، والنظام يحدد لهم المواقع المطلوبة زيارتها. نشرتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد قليل. الكويت تتصدر اليوم الأول لبطولة اتحاد ألعاب غرب آسيا للمبارزة. من جديد أهلا بكم. تصدر المنتخب الكويتي ترتيب الدول في ختام منافسات اليوم الأول لبطولة اتحاد ألعاب غرب آسيا الأولى للمبارزة، بعد أن حقق 3 ميداليات، ذهبية واحدة ومثلها فضية وأخرى برونزية، ويشارك في البطولة التي تستمر حتى 14 من الشهر الجاري 7 منتخبات. تقرير لأحمد العنزي. بعد 10 سنوات من إنشاء الاتحاد لم تنظم خلاله أي بطولة، إلى أن بادرت الكويت بأن تفتتح بطولات اتحاد ألعاب غرب آسيا للمبارزة بتنظيم البطولة الأولى وبمشاركة 7 منتخبات. وكانت البداية في الكويت حتى تكون البداية قوية جدا، لأنه الكويت كما تعلمون عنده الإمكانيات في استضافة الفرق، عنده الإمكانيات الإدارية، عنده الإمكانيات المدربين، الحكام، الأجهزة، المعدات لاستضافة من هيك بطولة.
أيضا لأنه الكويتيين الإخواننا كانوا رحبوا في هذه البطولة، وعندهم بطولة أخرى بعد شهرين بطولة الأندية. بطولة اتحاد ألعاب غرب آسيا الأولى للمبارزة والتي يستضيفها الاتحاد الكويتي للعبة اعتذر عنها منتخبا السعودية وإيران لأسباب خاصة، بينما اعتذر منتخبا سوريا واليمن بسبب الأحداث في بلاديهما. وتشمل البطولة على مسابقات أسلحة السابر والفلوري والإيبي لفئتي السيدات والرجال وللفرد والفراق. أول بطولة اتحاد غرب آسيا تنظم في الكويت. طبعا الاتحاد غرب آسيا اتحاد كان موقف من 10 سنين، وهذه أول بطولة تنظم في الكويت، وحنا لله الحمد استعداداتنا مثل ما شفتوا متعودين على تنظيم بطولات في شهادة الجميع. طبعا الدول المشاركة، طبعا اللي شاركوا الدول هم 7 دول، في دولتين ما شاركوا طبعا السعودية وإيران اعتذروا لظروفهم الخاصة. الكويتي عبد الله الخياط تمكن من حصد الميدالية الأولى الذهبية في سلاح السابر، وجاء على حساب زميله عبد الله الشمالي الذي اكتفى بالميدالية الفضية، وحصد اللاعب الكويتي فهد مالالا الميدالية الذهبية في سلاح الإيبي بتفوقه على القطري محمد برزة. شيء جميل انت تحرز يعني بأرضك بالكويت تحرز لقب آسيوي، شيء جميل يعني، وخاصة بقيادة كابتن كاظم الله اللي ثالث مرة صعد نهائي وبقيادته هو. صراحة أوجه فوز هذا صاحب السمو ولي عهده وللشعب الكويتي. أي كان مستوى البطولة، هي اسمها بطولة غرب آسيا، يعني اسم كبير، واحنا استعدادنا كان وايد قوي، كان بتوبر بالمانيا، والحمد لله لعبنا هناك بطولات صغيرة داخل توبر، والحمد لله ان مجهودنا ما ضاع، يعني ان كنت خيت الاول وخيت الثاني اسم الميدالية ما طلعت من الكويت. يستاهل الحمد لله، وعلى بركه ويستاهل، والحمد لله قدمنا مستوى زين، فالبطوله كانت قويه، الحمد لله باري حق المنتخب الكويت، وهدي الفوز هذا حق صاحب السمو امير بلاد والشعب وكابتن كريم وكابتن أليكس. اللاعبة اللبنانية ريتا أبو جودة حققت الميدالية الذهبية لبلادها في سلاح الفلوري على حساب القطرية جواهر العبد الله، بينما اكتفت البحرينية مريم الجابر بالميدالية البرونزية. أحمد لانزي، الراي. وقبل ختام نشرتنا كالعادة نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.